الجمعة اللي فاتت أحمد كان عازم صحابه والولاد كانوا مبسوطين والأكل كان جميل وطبعاً شرفته بشطارتي، لكن هعمل إيه في مشكلة الدهون؟ أحمد حلها لي بجيري ليمون ناعم على إيدي وبيلمع الصحون. جيري ليمون متوفر بالأسواق إنتاج مصنع اليمامة للمنظفات وبالتفاح كمان. زمان ما كنتش بخلي ولادي واصحابهم يلعبوا جوه البيت، طبعا فاهمين ليه، لكن دلوقتي ولا بيهمني. مول الاستجاد والارضيات حللي كل مشاكلي بنظافه مفيش زيها. مول متوفر بالاسواق انتاج مصنع اليمامه للمنظفات. براحتكم يا حبايبي.